تفضل يا سيدنا. يزيد فضلك يا ابني. حصلت لنا البركه يا سيدنا. الله يبارك فيك. احنا قاصدين بيت ربيع الحلواني، ما حدش يدلنا عليه يا اولاد. يا سلام يا سيدنا، ده انا اشيلك فوق راسي واوصلك لحد البيت. اتفضل. الله يبارك فيك. اتفضل. يزيد فضلك يا بنتي، يزيد فضلك، متشكرين قوي. العفو على ايه؟ اتفضل. اطفي السيجاره يا ابني. هو سيدنا جاي يعمل ايه بيت ربيع الحلواني؟ في ايه بيسعى بجوازه؟ تبقى البنت الكبيره نواره وعايزها لنفسه ولا حد من اللي معاه؟ لنفسه ايه يا بنت، ده متجوز اتنين يبقى فاضل له اتنين. هو لسه في نفس؟ ما هي نواره هترجع له النفس يا عبيطه، ما البنت فايره. يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. على رايك. بسم الله ما شاء الله، انت بقى نواره ولا اختها الصغيره؟ اختها الصغيره يا سيدنا. والدك موجود ولا خرج؟ موجود. قولي له في جماعه ضيوف جايين عاوزين يشربوا عندك شاي. طب اهلا وسهلا، اتفضلوا. يزيد فضلك، يا ترى بقى عاطف اخوك موجود ولا يعني خرج؟ لا موجود، بس هو نايم، اصله بيسهر ويصحى براحته يعني. طب صحي عشان لازم يحضر الحديث من اوله. اتفضل. يا ساتر يا ساتر. الله 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 الله، ألف هنا يا سيدنا. ربنا يكرمك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا طبعا جايين النهاردة بربطة الإيه؟ المعلم. المعلم، وعارفين إن أخونا معتمد ده عمل عملة ما يرضاش عنها لربنا ولا العباد، وعلشان كده الغلط راكبه من ساسه لإيه؟ لراسه. دي قلة أدب وسفالة. أنت لازم تتربى، أنت ليك عين أصلاً تخش بيتنا يا بني آدم يا عديم الرجولة؟ يا أخ عاطف لازم تحترم الشيخ شفيع شوي. احترم وجودنا يا أخي، نقي ألفاظك. الشيخ شفيع على عيني وراسي، لكن الراجل ده انت ليك حق يا ابني ان انت تغضب، بس مش بالطريقه دي. خليك زي والدك ماسك نفسه واعصابه هاديه. يا سيدنا ده عامل فيها شيخ وكمان عامل صاحبي، دايما واخد باله مني ويدور عليا في الجامع ويسالني عن احوالي. انا عاوز اعرف هو ليه عامل معايا كده. ان الله مع الصابرين، ما انت لو صبرت هتعرف كل حاجه. هي معتمد، هتتكلم انت ولا اتكلم انا؟ البركة فيك يا سيدنا. شوفوا بقى، معتمد قاصد خير، يعني يصلت واحد فالت أهله معرفوش يربوه عشان يتنازل على بنات الناس وتقول لي خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفرك ربي واتوب إليك. يا ابني اهدى اهدى شوية، ما تتكلم معاه شوية يا ربيع. عاطف يا تقعد ساكت يا تطلع بره. أنا مش عاوز يطلع بره، أنا عاوز يقعد يسمع الكلام من أوله لحد آخره، وبعد كده قول اللي أنت عاوز تقوله. شوفوا بقى، احنا زي ما بيقولوا كده نجيب الكلام من الايه؟ من الاخر. من الاخر. معتمد كان بيختبر بنتكم. يختبرها ازاي يعني؟ هو بصراحة ربنا كده كان حاطط عينه عليها من زمان في الحلال، يعني كان قاصد انها تكون ام ايه؟ عياله. ام عياله. لكن تقول ايه بقى؟ الشيطان لعب بدماغه. الشيطان لعب بايه؟ بدماغه. هو كان عاوز يتأكد من متانة أخلاقها. ده أغبى خلق الله. يا أخ عاطف يا أخ عاطف، الراجل في بيتكو. أي نعم هو غلط، بس يعني بس غبي. اسكت يا زفت يا عاطف. يا سيدنا يعني لو كان هو قصده خير كده مفيش طريقة تانية غير إنه كان يتسبب في بهدلة بنتنا في الشارع؟ هيبقى في طريقة تانية إزاي وهو غبي؟ يا ابني أنت ماسك له غبي غبي غبي. الله، خلية ربنا، هنعمل إيه؟ صراحة ربنا هو دماغ معتمد زي الفل، لكن تقول ايه بقى؟ عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. لكن هو كله سذاجة وطيبة ووفاء، وده يتحسب له مش يتحسب عليه. طيب انت عايز ايه دلوقتي بقى يا سي معتمد؟ ما تتكلم يا معتمد. يعني انا بقول عفا الله عما سلف، و زي ما الأستاذ عاطف قال يعني كانت غباوة مني، وأنا جاي أنا وسيدنا الشيخ شفيع عشان قصدي خير، وأنا يعني جاي عشان علشان نسامحك، مش كده؟
خايف لا يحصل فيك زي ما حصل في ابن الزايد. اقسم بالله العظيم ما خفت. طيب طالما انت مش خايف جاي هنا تعمل ايه؟ وليه بتحرج الناس دي معاك؟ انا جاي عشان اطلب ايد اختك نورة. ايه؟ 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 تطلب ايد مين؟ اذا كان انت اولك زفت وقطران اخرك هيبقى ايه؟ على فكرة انا مش عايزيك عشان الناس اللي معاك. يا ابني استهدى كده بالله. ويا ترى بقى اختي نجحت في الامتحان ولا سقطت؟ ولو نجحت المجموع بتاعها هيدخلها عصمة حضرتك ولا محتاجة اعادة؟ طيب الواد ابن الزايد مش على هواها، افرض حد عكسها وكان على هواها مش كانت ممكن تتجاوب معاه؟ ساكت ليه؟ ما تنطق. انا في بيتكم يا سعطف. هو في حاجة حشاية عنك غير ان انت في بيتنا والحماية اللي معاك؟ ما تتكلم تقول حاجة يا عم ربيع. بصراحة يا سيدنا ابني عنده حق. اخويا شرفت اخواتك البنات وكبرت اصلهم. لولا الشيخ شفيع والشيوخ اللي معاه كان زمان دخلتك عليه وخليتك تضربيه بالجزمه على قفاه. وانا لزومي ايه بعد اللي انت عملته فيه؟ ايه ده انت عرفتي اللي انا عملته؟ امال ده انا وامك واختك تقدر تقول كده كاننا كنا معاكم بالظبط. سمحنا كل كلمه كل همسه. ده باين علي بارد وسقيل. انت اتغتاتة. على راي المثل السقيل تتف في وشه يقول الدنيا مطرت. زيه وشكله. ايه ده انتوا ما تعرفوش شكله؟ وانا هشوفه فين وامتى؟ هو انا اعرف مين اللي عكس اللي ما اعرف مين اللي سلطه؟ ايوه بس انت لازم تاخدي بالك شويه على فكره. والله العظيم ما خليها بالي. بس اعمل ايه بقى؟ الناس عينيها فارغ، ذنبي ولا ذنبي؟ نوارة انا ممكن امنعك من الخروج من البيت بس انا مش هعمل كده. بس انا عايز اشوف كل اللبس اللي بتلبسيه عشان اوافق عليه. من دلوقتي لو عايز. انت عارف اخواتك البنات سواء انا او تغريد نموت في الحشمه. هديه.